على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والناس تعودت في هذه الحلقة أن تتعلم مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أوجبه الله عز وجل عليهم من إفراد الله عز وجل بالعبادة. وهذا الأمر أمر العقيدة هو مقدم عند العلماء ومن قبلهم عند النبي عليه الصلاة والسلام، مقدم على تعلم الصلاة وتعلم الزكاة إلى آخر الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. أنت أفتح أذانك وأسمع الحديث كويس، وهو عايجينا واحد تاني يقول لنا تكلموا لنا في فرائض الوضوء وفرائض الغسل. فليكن أول ما تدعوهم إليه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لو جابوا لك كلام البرعي بتصدقوا، وكلام الكباشي طار وركب يصدقوا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالسر وشك وأنت وهابية وما عارف ليك، كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ده في البخاري. قال لي أول حاجة تدعو لها الناس أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه، في رواية مسلم قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فإنهم أجابوك لذلك، لو اتعلموا التوحيد واستجابوا للتوحيد، قال: فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث. فأول حاجة الناس تتعلمها تتعلم العقيدة، أول حاجة قبال الصلاة. وإنت لو ما عرفت العقيدة وما عرفت الشرك بالله تبارك وتعالى ووحدت الله عز وجل، انت لو صليت ولا ما صليت، زكيت ولا ما زكيت، لا يغني عنك من الله شيئا، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وقدمنا الى ما عملوا من عمل. ناس عندهم اعمال، انت اعمال صالحه، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله قال: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. عرفت؟ فأول شيء يدعى الناس إليه هو التوحيد. فهمت؟ والدعوة دي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عاد من أجلها قريش. وتقال النبي عليه الصلاة والسلام مشكلته كانت مع قريش، كان مشكلتهم في شنو يعني تفتكر بالضبط كده؟ في ناس طبعا بتاع انبساقات وبتاع تفكير، يقول لك أنا شايف إنه وأنتم المفروض تتكلموا عن حاجة تلم الأمة وتوحد الأمة وما تفرقوا الناس. يا أخي الصوفية كلهم بيقولوا لا إله إلا الله، إخوان مسلمين كلهم بيقولوا لا إله إلا الله، والبلاغاتية كلهم بيقولوا لا إله إلا الله، شعبيين لا إله إلا الله، وحدوا الصف يا أخواننا، كل الناس دي سوا سوا، وأنت ما عارف أي حد. النبي عليه الصلاة والسلام مشكلته كانت مع قريش في شنو؟ في شنو؟ قطع أرض؟ في عرس؟ مشكلتهم في شنو كانت؟ مشكلتهم إنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وده كان بيفهموا. فهمت؟ ما زي بتاعنا الليله ذات، عندنا نحن مشركين ابلد من ابو جهل، تخيل كده. انت ده كان بيفهم لا اله الا الله يعني لا تصرف هذه العبادات الا لله تبارك وتعالى، لا يدعى الا الله ولا يرجى الا الله ولا يتوكل الا على الله، كان بيفهم الكلام ده، عشان كده رفضوا، عشان كده رفضوا، قالوا اجعل الالهه الها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أنت ما دارين يوحد الله عز وجل في العبادة، كانوا يشركون بالله عز وجل الأولياء والصالحين.
انت كان عندهم اولياء وانت قال لك اللي بيقولوا يا اهل الله، انت قايل ديل بتاعنا الليله براهم الدراويش، كان في عطاله زمان في انت شفاته كبار جواكيم ابو جهل وابو لهب كل من الصعاليك زمان، انت كانوا ديل عندهم اولياء اللات والعزى وهبل، انت وداء الغلو في الاولياء ده سبب الشرك من زمن نوح عليه السلام لحد زمننا الليله، انت ده سبب الشرك بالله عز وجل. يقول لك ده ولي وده من اهل الصلاح وديل ناس صالحين، ها تاني بعد ده في شنو؟ مش قلت ابوك الشيخ البرعي صالح؟ كده انا بتناقش معاك لحد اخر حاجه، البرعي مش قلت صالح؟ كويس صالح صالح، اها بعدك مش البرعي صالح؟ صالح مشينا لك. الله قال، الله قال اسكت، انا بقول لك الله قال، انت بتكورك؟ الله قال تزعلان مالك؟ انت الله قال من عمل صالحا فلمنه، ده قران يا جماعه، لا اخلوك من الجوط الايه، اخلوكم مع القران، خليك مع القران، اصلا القران ده بخلي الناس بعيطوا. انت الله قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، والله قال ولا تزر وازره وزر اخرى. انت الزول العمل صالح عمله لنفسه، خليك يا عم انا نازل تجود كده في انت، وما بنخلي لك صوفي انت بتلعب ولا شنو؟ تقال يعني خلاص نفرين ولا ثلاثه جطه خلاص، يعني احنا بنقول يا اخ سلام ما بنزعلك، لا لا تزعل تبكي تخش تحت التراب ده، ما بنخليهم، انت اصبر لسه انا ما جيتك، انت بتكورك من السما لك يا داب، احنا عشقنا نمره واحد انت، فهمت كلامي؟ لو ابوك الشيخ ده صالح، الله قال من عمل صالحا فلنفسه، لو هو صالح بخش الجنة، أنت الحشرك شنو؟ أنت ما تبقى راجل وتصلي وتصوم وتقرأ قرآن وتخش الجنة زي أبوك الشيخ، أبوك الشيخ أرجل منك يعني؟ أنت راجل فوقكم؟ لا لا أنت صالح وحفظ القرآن، أنت مصحف ما عندك؟ أنت مالك ما بتعرف تحفظ؟ بليد يعني؟ بليد؟ ما بتعرف تحفظ؟ ما تحفظ أبقى زي أبوك الشيخ، لا لا ديل بيصلوا وديل بيقوموا الليل، وأنت مالك ما عندك اللمبة بالليل ولا مالك ما بتع... ما عندك الليل، أنت قاعد وين؟ ما تمشي تصلي بالليل وتصوم وتعمل صالح زي ابوك الشيخ عشان تخش الجنه، لكن هو ما بيدخلك، امتى؟ ده لو صالح اصلا، امتى لو صالح؟ لو صالح العمل الصالح ده بدخله الجنه بعد رحمه الله تبارك وتعالى، امتى كلامي؟ فعشان ما يخش واحد يقول لك يا جماعه ديل ناس طبعا صالحين وديل اولياء وديل صلاح وديل بيقوموا الليل واهل السلسله بناديهم ما عارف ليه قبل مجيئه قبل دويه صار فاشي بشر به الشيخ التوم والكباشي، انت عشان ما يغشوك بالمدايح بتاعتهم دي، وديل ما عارف ليك، ده كله كلام فارغ، من عمل صالحا فلنفسه، الايه دي نشطبها نشطبها، وليت دارني اغني ليك واجيب ليك مديح واجيب ليك كلام ابوك الشيخ البرعي، نركب فوق بوكسي جديد، اما تشوف بوكسيك وين انت؟ فهمت هنا في قران وحديث تلعب ولا شنو؟ انت الله قال من عمل صالحا فلنفسه، انت شد حيلك واعمل صالح، لانه ربنا تبارك وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، لا تخش الجنه عمل صالح، الله قال من عمل صالحا من ذكر او انثى، انت تعرف سوره شنو؟ ولا بتكورك سعيد؟ فانسانه خليك معه حرتي سرتي له الفجل له البامبي، لا عارفه فجل لا بامبي، فهمت؟ الله قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخر الآيات، دي سورة النحل، أمشي أقرأها، أقرأ قرآن كويس، فهمت؟ أقرأ قرآن كويس عشان ما تجي تجوت لنا هنا، أنا بقرأ لك آيات يا أخي، فهمت؟ ده كلام المشركين الزمان، كان عندهم أولياء غلوا فيهم وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فلما رفع العلم عبدوا مع الله عز وجل، بيجوا يتوكلوا عليهم ويدعوهم من دون الله وينذر لهم ويذبح لهم، انت ما لقاك واحد شايل عتود ذبحه في القبه؟ ما لقاك كله كله؟ انا قبل كم يوم في مبده لقاني واحد بليد خالص خالص، قال لي انا كل سنه بودي تورين لشيخ، تورين والله تور زي التور، انت عارف 15 مليون؟ قلت له ال 15 مليون دي بتجيب موتر، يعني هسه عندك قريبه الدلاله بتاعت مواتر عند الشيخ هناك، والله جت كل سنه بودي 15 مليون للشيخ، قلت له يا اخي ما توديها القروش دي تنفقها انفقها في سبيل الله، قال لي لا 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 لو ما وديتها انا بمرض، تعرف البلاده كيف؟ قال لي ببقى عيان، والله والشيخ ده مسكن
متى ما نصيحه ليش عبيان بتاع شنو؟ قال لي والله لو ما وديته ابقى عيان. قلت له يا زول ربنا تبارك وتعالى قال واذا مرضت فهو يشفين. قال لي لا لا لا, لا. لو ما وديته القروج ما بتجيني. قلت له يا زول ربنا عز وجل قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كلكست على مره واحده طبعا. فيفتح هنا شغلنا دفاع صلب. بجاي بدي ساطور بجاي في عندنا باكات في سريعين خالص. انت كلامي ما خليت فرقه. اخر حاجه قال لي والله انت وهابيه وما نافعين. اقول وهابيه وما نافعين انت واوعك تزعل لسه. انت كلامي فدي دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. قال فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واخواننا كلموك عن العقيده وعن العباده وعن افراد الله عز وجل بالعباده. اما متابعه النبي عليه الصلاه والسلام لانه ربنا تبارك وتعالى قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا اخواننا انا بقرا قران والزول البجوط مع القران. انا بقرا قران وهو بجوط معناه ما داري شنو ما داري القران صح بزعل. انت الله قال واذا تتلى عليهم اياتنا بينات دي سوره يونس. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدلوا. كلامكم ده اي ما ينفع معنا اولياء واسالوا الله نحن كفار غير كلام. قال ائت بقران غير هذا او بدلوا. الله قال قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. فالكلام ده بنخليه والله الذي لا اله غيره ما بنخليه ابدا. امتى لو كتلونا عديل تقلق بنسكت يعني ما بنخلي. ده دين يا زول ده دين نزل من السماء. امتى كلامي جاهد فيه النبي عليه الصلاه والسلام ومات فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجي نخليه عشان طاقتك الخضره دي طير طو طاقتك تم مجنون في مخك ولا شنو. امتى ده الأولياء قال عبدوهم مع الله تبارك وتعالى. الله قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فهذه الآية بيّن الله تبارك وتعالى أن المؤمن عليه أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام. والله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. انت فانت قال لك ما تتابع غير النبي عليه الصلاه والسلام. اوعك تتابع لك زول غير النبي عليه الصلاه والسلام. هسي دير مبارلين رجال والله صحيح رجال بس. ابونا الشيخ ابن الشيخ زعموط شيخ الطريقه الزعموطيه. ابونا الشيخ فلان ابن فلان شيخ الطريقه الفلانيه. ونحن تبع الشيخ فلان وديل تبع الشيخ فلان. كله باطل كله باطل. عندك دليل عندك دليل من القرآن والسنة إنه الله قال يتابعوا الطريقة بتاعتك دي. أنت شنو سمانية هاي؟ عندك دليل إنه الله قال نبقى سمانية؟ الله قال ها من كان سمانيا دخل الجنة؟ لا. عندك دليل أنا أبقى تجاني في تجاني هنا؟ عندك دليل من القرآن والسنة إنه أنا أبقى من التجانية وأتابع الطريقة التجانية؟ لا. التجانية من أبطل الطرق في العالم على وجه الكرة الأرضية. انت كلامي اوعى. أبطل الطرق وأكفر العقائد بتاعتهم دي أكفر العقائد في الطرق الصوفية. انت كلامي انت عارف عندهم شيخ اسمه إبراهيم الكولخي ده واحد في مدفون في نيجيريا تقريبا. شيخ إبراهيم الكولخي عنده ديوان مدح الآن مسجلة قاعدة بيتكلم. قال أنا العبد إبراهيم صاحب فيضتي وجدي رسول الله. ده قال جد الرسول وانت من نيجيريا وداك من النبي عليه الصلاه والسلام في قريش لمامكم كيف ذاته. لكن قول جدك وجدك هاي قول جدك كويس. قال وجدي رسول الله ختم النبوه. قال وادخلت قوما في نعيم مخلدي وقوما الى دار البواري بحكمتي. قال ده عنده ناس جراهم دخلهم الجنه وجرى ناس بجاي دخلهم النار. انت كلامي دير الطرق. انت قال الصوفيه شنو؟ صوفيه شنو انت قايلهم؟ قايلهم ناس بتاع الدين؟ قايلهم دعاة للاسلام؟ قايلهم دعاة للتوحيد؟ دير دعاة للشرك بالله تبارك وتعالى. ما في طريقه تخلو من الشركيات ومن الكفريات. برهانيه بجاي في السوق الشعبي قريب شيخهم
بيقول ده شيخ بجاي محمد سعيد البرهاني مدفون الآن في السوق الشعبي الخرطوم. انت ده بيقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. تعرف كلام زي ده؟ أبو جهل قال كلام زي ده؟ ما قال. انت شيخ الطريقة القادرية، انت ده كم كده برهانية وتجانية زايد القادرية، ده بيتكلم عن نفسه قال ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يسعى بعز ورفعتي. لو جيت زرت الضريح بتاعه الله بيرفعك وبعزك. فهمت كلامي؟ والله ده قال تطوف باب البيت بتاعه، ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يسعى بعز ورفعتي قال زراعي من فوق السماوات كلها. تقعد تحضر افلام كرتون قال يده دي بفوق للسما دي الروح. انت قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي. قال واعلم نبات الارض كم هو نابت. ده قال بعرف النبات جد لوبا برسيم كبكبه تنباك بنجو كله بعرف كله حافظه. قال واعلم نبات الارض كم هو نابت واعلم رمل الارض كم هو رملتي. عادي الرمل حق الواطه ده عادي جد. انت قال واعلم رمل الارض كم هو رملتي لحد ما قال انا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبه. ربنا عز وجل مش قال عن النبي عليه الصلاه والسلام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. شيخ الطريقه ده قال انا قاعد جوا هنا قال قاعد قاب قوسين او ادنى جوا هو قاعد. والله عز وجل قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. فهمت ده؟ نعم من حشر قاعد. كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الاحبه. انا كنت تعال شوف الكذب مع ابراهيم ملقا بناره. قلت في كم منك الليله انت ملقا بناره وما برد النيران إلا بتفلتي. قال طف النار حقت إبراهيم. الله مش قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ده قال لا طف طفا والله يت همت. طيب ما كانت تجي تطفي اليرموك دي اليرموك دي ما كانت تجي تطفيها بس قادر ليلة الكذب. قال أنا كنت مع يعقوب في غشف عينه وما برئت عيناه إلا بدعوتي. أنا كنت مع راعي الذبيحة فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. الرسول قال كلام زي ده عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا كلام زي ده رضوان الله عليهم. العلماء في واحد فيهم قال كلام زي ده. أبو جهل ما قال الكلام. انت كلامي أبو جهل عليه لعنة الله ما قال الكلام. والله جد بتلقاه عند الجماعة ديل. عشان كده انت عليك وتحرص انه تتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما في ذول ما في ذول ممن خلق الله عز وجل يتابع كالنبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس ديل الآن لافين شيوخ طرق امتى وحيران ودراويش كلهم لافين ساكت كلهم لافين ساكت. لا ما في جوطة تجوط ما عندنا بك شعر. قلت لك لو جبت هنا طرت فوق ما عندنا بك طريقة عام النايم انت لسه نحن ما بنخليك أصول ما بنخليك. والله صحيح والحلقات دي شغالة انت قال لك دي بس حلقة برا في حلقة في الحجوز في ناك سوق ستة شغالة برضو امتى. وبندي الصوفية زي ما الله عز وجل أمرنا. الله قال إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يزل أهل الشرك ويزل أهل البدع إمتى لأنهم حادوا الله تبارك وتعالى وشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنت مأمور بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام إمتى بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انت فديل
الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. انت ده القرآن الكريم بيّن لك الطريق وبيّن لك الحجة وبيّن لك المحجة، ونحن ما علينا إلا البلاغ، والله الذي لا إله غيره ما علينا إلا البلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رضي من رضي وسخط من سخط وبكى من بكى وجك من جك وجرى من جرى، ما عندنا شغل والله الذي لا إله غيره. ما في دين زي ما وريتك قبل لعب فيه، ما في أبدا أبدا ما فيه لعب. بقي الصوفي تأخذ حقك، أخو مسلم تتردم، في جبهجي تتردم، شيعي تأخذ حقك، سوء أي حاجة وخالفت الرسول هاي تأخذ حقك طوالي بدون مجاملة، والله الذي لا إله غيره. دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.